عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خد يا رجب قفل. أنا يا رجب. السلام عليكم. فؤاد، إيه؟ أنت مش هتوصلني زي زمان ولا إيه؟ هوصلك ماشي، بس مش زي زمان. ماشي، ومال؟ يعني ما سألتنيش المعلم حنفي كان عايز إيه وجالي النهاردة؟ أنا هسألك ليه يعني؟ أنا ما اتعودتش أسأل في حاجة ما تخصنيش، أنت عايزة تقولي قولي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا انت بجد دمك بقى تقيل قوي. الله يسامحك. كان عايز يشتري المخزن مني. ليه يعني؟ بيقول انه محتاجه. طب وانت ناويه على ايه؟ انا بصراحه مش عايزه يبقى في بيني وبين الناس دي اي تعامل، لا من قريب ولا من بعيد. يبقى انت ما فهمتيش كلمه من الكلام اللي انا قلته لك قبل كده. كلام ايه؟ لازم تكسبي الناس دول لحد ما ترستقي نفسك في السوق. ايوه بس انا مش محتاجه ابيع المخزن دلوقتي يا فؤاد. ولا محتاجه تخليه. يعني ايه؟ مش فاهمه انت، كلامك كله الغاز. يعني المخزن ده اصلا ملوش لازمه عندنا، والدقيق احنا بنخزنه في مخزن الفرن. وعلى فكره المعلم عدوي اصلا كان ناوي يبيعه، بس الظاهر بقى انه رجع في كلامه عشان كده كتبه باسمك. يعني انت شايف ان بيع المخزن لحنفي وكيداهم؟ بس بيع غناوه. يعني ايه بيع غناوه؟ يعني اضرب السعر الطاقه 3. ايوه بس انا كده بقى بطفش. ولا بتطفشي ولا حاجه، وانا بقول لك اهو هيرضوا. لا انت فاكر كيداهم دي حبله؟ دي وليه مدقرمه وقرشانه، يوم ما تفكر تشتري حاجه هتخسف بثمنها الارض. يا ستي جربي بس، ما انتيش هتخسري حاجه، انت كده كده مش عايزه تبيع المخزن. ادينا هنجرب، ويا تصيب يا تخيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده ايه النور والهنا اللي احنا فيها ده يا معلم؟ الله يخليك، انت عامل ايه يا فؤاد؟ كويس؟ الحمد لله رب العالمين، انت اخبارك ايه؟ اهو الحمد لله فتحوا لي الفرن تاني واديني شغال. خير وبركه، ده خبر حلو ده. الحمد لله. بلغني اللي عملوه ولاد اخو المعلم عادة وعندكم في الفرن. يا راجل قطعوا ربنا ينتقم منهم، انا ما اعرفش ازاي كانوا قرايب المعلم عادة والله يرحمه دول. بس بيني وبينك يا فؤاد الضربه كانت شديده عليهم وحرقتهم قوي. يقوموا يحرقوا فرن ومكان اكل عيش، في عمال فاتحين بيوتهم منه يا معلم. يلا خدوا جزائهم. بعدين بسم الله ما شاء الله الفرن احسن من الاول كتير يا فؤاد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. استاذنك اخش المعلمه كده عشان عايزها في كلمتين. اتفضل يا معلم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا يا معلم بدوي. ازيك يا معلمه عامله ايه؟ الحمد لله في خير وفي نعمه، نحمد ربنا ونشكره. انت زي احوالك؟ الحمد لله ماشي الحال. هو فتحوا لي الفرن بس شغال على الحصه القديمه. ليه؟ هو انت بطلت تمشي حالك مع مفيد بيه ولا ايه؟ الله، هو انت ما دريتيش ولا ايه يا معلمه؟ ما دريتش بايه يا معلم؟ مفيد بيه بحققه معاه دلوقتي. لا والله، امتى؟ امبارح لسه الموضوع جاي لي طازه. ده تلاقي المعلمه كيداهم دلوقتي ايه؟ هتتجنن وبتلف حوالين نفسها. هو اكيد زمان عارف طبعا. المهم انا كنت جاي لك في مصلحه كده. امرني. الله يخليك، الامر لله. بقى الفرن بتاع وهدانه ابو فريقه اللي في حلميه الزيتون بيتباع في المزاد العالمي، والفرن ده معلمه في مكان في شغل زي النار، وانت عارفه بقى اليومين دول الحاله ناشفه، ففكرت وقلت يا الله طب ما تشوف لك شريك يخش معاك بالنص. واول ما فكرت فيك يا معلمه، وهو يبقى زيتنا في دقيقنا برضه. والله يا معلم انا لسه زي ما انت عارف بقول يا هادي يعني في السوق، والموضوع ده هيبقى كبير عليا دلوقتي. والله يا معلمه انا قلت واجب اقول لك برضه، وانت اولى من الغريب. كتر الف خيرك يا معلم، ما هو ده العشم برضه. بس انا صدقني زي ما بقول لك كده، الموضوع ده هيبقى صعب قوي عليا دلوقتي. ايه بس يا كيداهم اللي مزعلك في موضوع مفيد بيه ده؟ يعني ايه اللي مزعلني يا راجل؟ مش ده الراجل بتاعنا اللي بيخلص لنا امورنا في وزاره التموين؟ سيبك من الكلام الفارغ ده، خلينا نفكر في الملايين. احنا هنشتري مخزن فيه بضاعه هنكسب من وراها 6-7 مليون. يوه، يعني خلاص شفت اللي ما تتسمى اللي تتضرب في قلبها وافقت على البيع؟ هتوافق يا كيداهم عشان المبلغ اللي هتقول عليه انا هدفعه. يا سلام، تدفعه ليه؟ عشان تقول ان احنا بريال او ضحكت علينا ولهفت الفلوس بتاعتنا؟ تقول اللي تقوله، المهم انا وانت عارفين مين فينا ضحك على مين. سيبك من الموضوع ده، بقول لك ايه، انت فاكر موضوع الفرن بتاع ابو فريخ؟ الواد شحته قال لي عليه. يا سلام، اهو ده اللي نفسي فيه، هو ده اللي لوز اللوز وعالي العال.
لما نشوف موضوع المخزن الأول. ونشوف موضوع المخزن ليه؟ ما نشوف ده ونشوف ده، هي قلة فلوس ولا قلة فلوس؟ وبعدين البحر يحب الزيادة يا حبيبي. كيداهم بلاش طمع، خلينا في المخزن وبعد كده ربنا يعمل اللي فيه الخير. هو انت كده دايما فقري. 3 مليون جنيه يا معلم. 3 مليون؟ الله، ده مبلغ كبير يا صوفيا. الله، المخزن انت عارفه ما يجيبش اكتر من مليون جنيه بكتير. والله ده المبلغ اللي جالي فيه. الله، هو في حد تاني عايز يشتريه ولا ايه؟ المعلم بدوي الطحان. بدوي ده شحات، هيجيب منين مبلغ زي ده؟ شوف بقى يا معلم، انا على راي المثل، اللي معهوش ما يلزموش، وانا ببيع بيع غناوي ومش فارقه معايا ان ابيعه من اساسه. ايوه بس انت كده بتستطري عليا يا وصفي. والله بين البيع والشاري يفتح حل. يعني ما نعرفش نهز المبلغ ده شويه عشان خاطري وعشان خاطر الجيره اللي بينا؟ خاطرك على راسي من فوق يا معلم، بس انت كمان ما ترضيش الخساره. كله الا الخساره، ده اسمه كلام يا معلمه. انا اشتريت. حلال عليك يا معلم، الف بركه. الله يبارك فيكي. مش نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. خلاص يا معلم. جرى يا راجل، انت اتخبطت في دماغك بقى. تخلي بنت زي دي ما تستاهلش تلات ابيض في سوق النسوان، تسكك السكه دي. جرى يا كيداه، ما انت عارفه ان احنا كده كده كسبانين. المخزن فيه بضاعه بستة مليون جنيه، ده غير ثمن المخزن لو بعناه. يا راجل، حوش الملايين اللي بتتكلم فيها دي. ايه، شفت البضاعه ولا نشتري سمك في ماي؟ طب ما نشوف البضاعه بعينينا. ازاي مخفي الاسم والصوت والصورة انت؟ سيبولي الموضوع ده. ليه ناوي تعمل ايه؟ هشوف البضاعة بعيني. تشوفها بعيني؟ لو حد نارك يا كتكوت يبقى الحل ايه؟ ايوه، لو حد شافك ونتش ريشك هيبقى الحل ايه؟ ما تقلقوش يا معلمين، هو انا تلميذ ولا ايه؟ يا رب نلاقي المخدرات، يبقى ربنا بيحبنا. ايوه، بس خلي بالك يا ابني، احنا عايزين كل حاجة تمشي صح. اطمن يا معلمي، سيبها على الله. يا رب. يا رب يا قادر يا كريم. عندك حق يا معلمة. اللي قول يا واد يا مخفي الاسم والصوت والصورة، في من الصنف ده كتير هناك. ده المخزن مطرعم يا معلمة. بس الله أكبر، خمسة وخمسة في وشك للبيعة تبوس. عرفت بقى إن الواد فؤاد عنده حق في كل كلمة قالها. أيوة يا أبو البنات، ما إحنا كمان ما كناش هنشتري سمك في مية، كان لازم نتأكد. أهو دلوقتي ندفع فلوس وإحنا حاطين في بطننا بطيخة صيفي. طبعًا.